شفيت يا ليل الجراح ما جبت أخبار الصباح ضيعت بين الوفا عشت سفر وإحنا والأنا نتفادى بالحصان ما ربناش الحزن تغلق شبابي للإسلام آمين للمصطفى الهادي والهمام آمين
الحمد لله رب العالمين. آمين. مبروك يا عابد على التيمينة مخزوم. الله يبارك فيك يا فلاح. أحسنت مبروك مبروك يا مخزوم. مبروك أحسنت يا فلاح. العفو. تفضل بتقهوى عندنا. تسلم. مشهور. تفضل بتقهوى. مشهور. إن شاء الله غداكم باكر عندنا. إن شاء الله. أحسنتم أطفال. أحسنتم جزاكم الله خير. يلا. باكر كلكم غداكم عندنا ها. أحسنتم. سلام عليكم. أحسنتم. يقرأ تويمينة بدل الساحرة هم عابد. يا رب ألقاها ميتة. فلاح أخوي هنا. ها مثل ما تسمع مع اللي حسه. ناجم. يا ناجم. نعم شيخ. نعم. امشي خلي فلاح يجيني هني. حاضر يا شيخ. حاضر. تبى الصدق؟ هالفلاح يباله خيزراء؟ قم قم انزخ عمرك عن وجهي. ايش قال؟ خلص قبل الليل. ما نخلص. شدوا حيلكم يا شباب. شدوا حيلكم. الله يعينكم. الله يعينكم. الله يعينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التاجر عابد. وسهلا يا حديث. كيف حالك؟ الحمد لله. مبروك على تيمينة الولد. مبروك. الله يبارك فيك وان شاء الله نحضر تيمينة ولادكم كلكم يا رب. امين امين. قولوا امين. السيمان كله في الخن والجماعه يحرسوك من الصباح الباكر. جاهزين ان شاء الله حق السفر باكر. جاهزين جاهزين ان شاء الله. يلا شدوا حيلكم. شدوا حيلكم ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بالرزق الحلال يا رب. كان فؤاد يقرا تومينة ولدك لكن عادي. ايش اسوي؟ الريل معطله. سامحيها ترى ريولها وارمة وعاد البركه فيني. انا بقلع لها الورم والريول كار واحد. يا الله. وهون عليك تقلعي لي ريولي؟ يعني ما تبيني امشي اودع اخوك باكر وهو مسافر؟ شوفي لها اليدين شفاك ان شاء الله بهن. سترك يا رب. زمزم انت طلبتي من فلاح يقرا تومية ولدنا؟ ذكرتيني. انا جايه بعد اسال من اللي خلى فلاح يقرا. عابد هو اللي طلب من فلاح يقرا تويمينة ولده. وعابد يمشي بشور راسه غايته يلم الشمل يا مزاهد. انت ولدك مو حاسبين حساب حد في هالبيت. قايتكم لم الشمل. كني اشوف اليارات جايات. أظني يا ياتي باركن تويمينة ولدك. سيرا تلقيوهن. تعالي يلسي حيتي. أنا قربك يا أخوي. قرب مني أكثر. إن شاء الله تحت أمرك. الحين ما يبقى أمر يا فلاح. دي الشيخ أنا المسلمين. لكن الألم ما مات. دفعنا ثمنه ومن كيسنا. لكن ظلينا بهيبتنا. أي هيبة؟ أسمع لهجة جديدة اليوم. ما تغير شيء في لهجتي. عيب حال هيش تخليني أتأمل فيك. متأمل أكون عاصي وفض وغليظ القلب مع أهل حارتي؟ لازم نكسر رقابه عشان يعرفوا ان احنا
تستاهلوا تستاهلوا فرحتكم. آمين. 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 سوي حريم كذا كذا سوي 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 همشن 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 خميس يا خميس أنا هنا يا بنت الناخذة. امشي الدرس وهات لي 4 ذبايح، ذبيحتين تذبحهم على باب بيت الناخذة أبوي بدر، وذبيحتين تذبحهم على باب بيت التاجر عابد. إن شاء الله عمتي. قرب يوم السفر وبتبتلي يا زهد، السفر عذاب وما إلا آخر. إيش أسوي؟ لازم ألقى لي حجة علشان ما أسافر. أحرق نفسي؟ بموت؟ بعد إيش أستفيد؟ أيوه لقيت، بس أخلي كل شيء. علامك وقفتي. أول مرة أحس إن اللي في قلبك يختلف عن اللي في قلبي يا عابد. الشيمة الشيمة عن يختلف شيء، ما يوزن عقب هالعمر يا مزاحد. عيل يازلك ويازل ولدك، تخلون أخو وغيث يقرأ 100 ولد من أولاد مخزوم. أنا مظلوم مظلوم، ظلمني أحمد لما أخذ حقي في المشيخة، حين يظلموني أهله لما يتهموني بقتله. أنا مظلوم 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 مظلوم. لا تسوي عمرك كذا. زعل الأهل كذاب يا مزاحد، وفي الصلح خير؟ هالصلح هذا بيخلي الحارة الشب نار ما يطفيها غير الدم. ساعتها ما حد بيكون مسؤول قدامي غيرك. سامع يا مزاحم؟ أربع شفت هن جايات يتخطر البردة بتجرهن مايات، وحدة ربيعت علي وحدة ربيعت زيد، وحدة شقتني شرع عليها شقت بو زيد، وما أهاب الملك بأمر بحبس وقيت فلنا وسطينا وقبضنا الريب بيدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشت عشت شاعرنا عشت. أوه ما سمعت ما سمعت شاعرنا إيش قال توه. كيف سبقتوني وهيش؟ لا 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 شاعرنا سمحوا لي أنا بجلس حيثكم بيكون. أظن شاعرنا بعد ما يقول لي ما كذا؟ لا الحين أنت اللي سمعني التاجر عابد، عطنا عطنا من ساح لك. الليلة إن شاء الله مرامس خير، مرامس طيبة إن شاء الله. طيبة. لكن الفارس موجود، إيش بقول أنا والفارس موجود؟ فارسنا. عطينا باه، عطينا من ساحلك، عطينا وروح. عطينا نعم، عطينا روح. سمعنا سمعنا. وهنتين البيض 4 شفتين جايات، تخطرن بردة بتجرهن مايات. وحدة ربيعت علي وحدة ربيعت زيد، وحدة شقتني شرع عليا شقت بو. وحدة ربيعت من وحدة؟ وحدة ربيعت علي وحدة ربيعت زيد، وحدة شقتني شرع عليا شقت بو زيد. أنا ولو ما أهاب الملك بأمر بحبس وقيت، صرنا وسطينا وقبضنا الريب بيدين. مسكين مسكين. سمعنا غيرها بيكون؟ غيرها؟ أعطينا غيرها يا فلاح.
فلاح يا فلاح، هلكتني؟ ما تسمع البر؟ فلاح يا ولد عمي، أعقل واسمع الكلام. ترى غيث ضمان بقانا في هالحارة بخير. كلام عادي وكل يوم تسمعني إياه. لأنه صح. إيش هو الصح؟ غيث ضمان بقانا بخير في الحارة؟ عيل الصح إنك تقرأ تويمينة تودعدونه؟ ضمان بقانا بخير في الحارة الصلح يا ناجم. ومن بيرضى؟ زوجتك بدرية أول واحدة بترضى، لأنها من عائلة عدونا على قولتك. اسمع أنت اللي اسمع، ولازم تعرف إن اللي قلته جاي من عقل، فلا توسوس غيث وتلعب براسه علي. إن شاء الله الموت ياخذني ولا أعيش وأشوف عائلة مخزوم وغيث رادين البعض. خلي ظل هالخصام لين الكل ينهي الكل. إن شاء الله خميس يذبح بدل 24 دام هالشي يرفع راسنا في الحارة. هالحكي لما هالذبايح تنذبح قدام بابنا ما على باب بيت النوخذة. إيش قلتي؟ زمزم قالت لخميس يذبح ذبيحتين على باب بيت أبوها. إيش؟ اسميك عاد يوم زاهد راسك يا بس. نعم أنا ما كم مرة قايلت لك خلي زمزم تسوي اللي تباه، لأنها حرمة ولدك. عابد ولدي مثل ما هو ولدك. هي نعم وأولادك هم أولادي. نسيت إحنا مربينهم على كذي من يوم صغار. وسوات بنت النوخذة طوفيها بنت الحلال. ما نقدر نفتح عيونها علينا، خلي الدنيا متسترة. ولا نسيتي اللي لها عندنا؟ ها؟ ما بطني عورني. بسم الله عليك يا يما. يا الله ما بموت بطني عورني. بحبك شرايين. ما أنا زاهد خالو بطني عورني. يا الله أحس بسكاكين طعن اللي بطني. محروس أبوي محروس. يا الله زمزم وع زمزم هاتي ما طبيخة وحرق زموتة طشة. هيا الدهدي حامي على مزاد. ايش بتسوي؟ مثل ما تسمعي يشكي من بطنه. يا الله بطني ما بطني عورني. زاهد عابد احس عمري خلاص بموت. لا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله ما فيك للخير يا زاهد، ما فيك للخير. عابد الظاهر انه ما في نصيب اسافر معك. يا ويلي شلحف، من بعد ما كنا فرحانين بكره المعمل بينترس بالتجار ولدي من زدوه. يمكن خايف عشان اول مره بيسافر. ويمكن ذي السفرة ما جاي علي يا أخوي. الله خلاص خير بغيرها. يا الله بطني بطني طيب بطني ما بطني يعورني. لا إن شاء الله بيقوم بالسلامة بيتعافى بيلحق على المحمل وبيجيب لنا الصوغات. ادعي له يا معابد، ادعي له وطمنينا. خلاص يا جماعة نحن بنأخر السفر يومين لغاية إن شاء الله ما يقوم زاهد بالسلامة. ما بطني عورني، ما بموت ما حول ولا قوة إلا. نحن بنأجل السفر يومين، الحين بخبر التجار لما يجيوا عندي أنا عازمهم على التويمين. وأنا أقول سافروا على الموعد أحسن لكم. ريا كيف نسافر على الموعد ونحرم زاهد من فرصة يترياها؟ الفرصة اللي يترياها زاهد هنا. زاهد ما بيسافر. ما يبي يسافر؟ وأغراضه اللي صارت في خن المحمل؟ كل هذا بس عشان يسكت أمي. شفت زعلها علي لما ادعى أنه مريض وقاصر لا يموت.
ادعى انه مريض؟ يعني ما تعرف سوالف زاهد؟ ما يبى يتعب في شيء، متعود على الزاهد. ما شاء الله تبارك الرحمن، بهيت علينا بهالليلة يا فلاح. البيت باهي بهلة. عاد انت كبرتها في راسنا، واحنا الحين بس ننتظر قية الشيخ العود غيث. خير خير ان شاء الله. الخير بويك ان شاء الله. يلا مشي انت وعابد الميلس، انا تريح ريم في الحوش. ان شاء الله. حياك يا فلاح. تفضل تفضل. حياك حياك. ذبايح وعزايم، العادة لي ختم الولد ولا البنت المصحف، عطاه طشة حلوة ولقمتين سح وركضوا فيها. هذا ولد عابد وحفيد أم عابد. لا تجيب لي طاريها. سامحين أبوي، سامحيني، نسيت نسيت. يوسف، تعال افسخ الدشداشة. جميلة، ليش وسخت الدشداشة؟ هذه الدشداشة جاتك من سوق وهي غالية، والغالي ما يلبسها إلا الغالي حمد. ومن حمد هذا اللي ما خابش عيونه؟ هو بس خلي يجي، أنا بخبش لعيونه وكشته بعد. أنت حامل؟ يا ليت لو حامل. عيل من هذا حمد؟ اللي بحمل به. اللي سير ولدي، سير سير لعب مع ربعك، سير. كي منطلق على هين، ما تشوف البيت ممزور حريم؟ انا ما حد قال لي نسيت، ما حد قال لي. طيب ما نسيتي هني اصلا؟ هذه عرسيه، بلعبه عرسيه. ايه جبت لك العرسيه. اقول لك لحظه لحظه صبري. هذه هديه صغيرونه حق مخزوم الصغير. شوفي ايش رايك؟ مبارك حلوه. اقول لك، وهذا المرود اعطيه عابد، وقول له يقول لك سبيل خليه يسلم على حوريات البحر حبه حبه، ما ينساهن. يسلم على مين؟ حوريات البحر. تراني عرفني. الله يزيدك عقل. نعمني حزت انك على ذا العقل يا سبيل. امين. اقول لك يلا تمري ابشر. يلا يلا. قايم ختمت القرآن؟ تباني أكون صاحب أبوك وما أختم القرآن؟ يعني قالها العودة. على كل غلطة. شفت يا فلاح؟ ما نتذكر أيامنا إلا بالضحكة، وكأنها مفتاح ماضينا. يا شموس أبوي قومي قومي، تشلش عيونش من هالمكان. الله أكبر عليهم. لا وصوني عاد مرة تتغادى فوق بعضها بعض. الله أكبر، ما يصدقن حبة عيشه تفضح إلا عن مرة يهجمن عليهم.
يا ابوي ذيك اللقمه كيف تدخلها؟ لا ما عندها الا شمسه ييبي وشمسه شلي وشمسه حطي. الله اكبر عليه. يا ابوي لك عظمه تطبق. يلا زمزم انا بترخص عنك عشان تعرفي بنت صغيره محمومه وخايفه عليها. يلا عساها تؤمن مبروكه. سلامة بنتك ألف سلامة. بدل مكراد بدل. أم عابد أم زاهد يلا أبوي أنا تو بسير عنكم. بنتي زمزم أنا سايرة بسير أجيب ولدي من المزرعة. ما يخالف أم فاضل مسموحة قدامك الرحمن. شوفني أنا أبو مترخص أحسن لي عنهم بيطيح كل شيء فوق راسي. أم عابد أم زاهد زمزم سمحوا لي عاد ودي أي لسمعكن لكن هيش أسوي؟ ولدي رشود عيونه وارماتكي ما عرفت هيش أسوي. بترخص أنا. قلت يا معابد بس زيادة تعب السنين في ولدك العاق يا ابوي ضاعني وضاع هيبتنا وكرامتنا. فشلتني وسوت ويهي قدام الحريم ما وطاعونا فوقها حصاه. الحين كبروا حد قهوة عندهم ها كبروا ويهم ويهي لا وقايني بعد خالتي معابد خلخلت ضلوعك ان شاء الله. وانا ايش دراني انك انت قاعد تذب عليهن. فشلتني الله يفشلك. توبة اخر مرة وما عودة توبة. جلس كذاك لين الصبح زين كذا ضعت علي الحريم. حل الظلام كل حد مشى بيته. نتفيق لأولادنا بيسافرون أذان الفير. هين مشى زاهد حشاف ولدي زاهد. وينك يا زاهد؟ حصلنا طلع هو مريض ولا ليش انا خايفه؟ هي بس عيب تطمني دام انه طلع معناته الدواء فايده هو بخير وعافيه ان شاء الله. هم مشى. يا الله يا الله على ذي المحاته. قلت لك اطمني يمكن الريال مشى يودع رباعته. وما يقول لي هم بيلقاك وانت يا سوسط 700 حرمه. يعني ولدي بيسافر مع اخوه؟ قولي ان شاء الله ان شاء الله. من هناك هذا انت؟ هلا بناخذ زاهد. هلا جاي زايرني انا. المفروض انا اللي اودعكم لكن الشغل تارس المزرعه وانا لازم اخلص الشغل لان المزرعه امانه في رقبتي. لكن ولا يهمك باكر الصبح بنودعكم على الساحل وبنشل لكم الرزحة والشوباني والليوة. لا تودعني ولا ودعك أنا ما بسافر. قلت له لك لعبت لعبة صغيرة الكل فهمها ما عدا أمي. طاوي طاوي. نعم يا طاوي. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. كيف حالك يا ضاوي؟ الحمد لله بخير. الحمد كيف لله. صحتك؟ الله يخليك. بخير الحمد لله رب العالمين. اسمح لي ما قدرت أجي أودعكم.
ما علي يا ضاوي ما علي، أنا جيت أودعك بنفسي وأوصيك. الله الله بالأمانة. توصينا على الأمانة؟ الأمانة في عيوني من داخل. أيوة بس أنا أشوف حال الأمانة ميسر. ولا يهمك، إن شاء الله بيتحسن حالها. ولا يهمك. زين زين بنشوف. أقول ضاوي، ما شفت أخوي زاهد؟ لا هو ما بيسافر معاكم. توصيني بشيء؟ أحسنت أحسنت. حاجة أمارة؟ أحسنت. أنا سافر إن شاء الله باكر. الله الله في عمرك. خلي بالك من الأمانة يا ضاوي. نودعكم الصبح الساحل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ترى احنا متاخرين وكله بسببك. اخوك لحم ما بين له خبر. قلنا لكم زاهد ما يبي يسافر. ايش درك؟ عبد بتسافر من غير ما تودعني؟ سبيل انا اقدر اسافر بدون ما اودعك؟ طبعا ما اقدر، ما ممكن. انزين انا بمشي معكم. يلا بمشي معكم. بمشي معنا؟ ربانين في مركب واحد؟ لا تخاف من تدبيره بتحصلون وايد خير. حلالك يا خبري ده. ان شاء الله ما يهمك. السفرة الجاية بشيلك معي. زين برايكم انتوا حرين. تعال تعال تعال. ايش صار مع الجماعة اللي بسولف عليهم؟ جماعة اطمن سافروا وانتم مطمنين. اقول لك وانا جاي لقيت زاهد هناك صوب سيوح لبعيدة ما ادري ايش اسوي. ما لي والله انا بسويت لها شيء. تعبانة شوي تعبانة. ابو راشد الله يعودك ان شاء الله بالسلامه. ارسلنا اخوازي واجد واجد واجد. ها اسم نطمن عليك. هي عجب كيف نطمن عليه؟ ها كيف نطمن عليه؟ الله يعودك الله يعودك ان شاء الله. توصل بالسلامه ان شاء الله. خلي بالك على عمرك. ها زين الله يحفظك باه. الله يخليك. ان شاء الله ترجع بالسلامه. ان شاء الله سافر. توكل على الله يا اخوي ريح.
قولي لخالتي لا تخلي بخاطرها، وزاهد إن شاء الله بيكون معانا في السفرة اليوم. تنتظرك بشارة بتفرحك طول العمر. عارف تبغين تعرفينها ها؟ ما راح أقول لك، بخليك تتذكريني بها. زمزم خلي بالك على أمي والأولاد وتحملي بهمك إن شاء الله. يلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا شيخ يا شيخ، انت جالس هنا ونحن في الضيم شايفين ايد ود عمنا في ايد ود مخزوم، وكانه يبارك له على الزعامه، خايف من دعوات امه. امه اللي قطره دم من ولدها عابد بتقتلها وبتريحنا منهم كلهم. خلاص شلوني. هذا سبيل خليه في عيونك، احنا امه واحنا ابوه. بعد ما هاليرام قتل امه وابوه وحافظي عليه. سبيل تعذر من الشيخ، أقول لك تعذر من الشيخ. الشيخ أرجوك سامحني سامحني، أنا كنت أمزح. لا ما كنت أمزح، بس أرجوك مع الفلاح قول لي سامحني، قول له خلاص يا سبيل سامحك. سامحني زين. يلا جماعة تاونا بشي حياكم. قولها زعلانة مني؟ أنا ما زعلانة. لا زعلانة وعارفة السبب، صدقيني ما يزعل. أنا ما سويت شيء، ليش مستكثرة علي أحس بوجود أبوي يشاركني فرحتي بولدي؟ أنا وحيدة وغريبة، محتاجة أحس بوجود أهلي معي، يكونون معي في فرحي وحزني. ما علي، يمكن أنا ما عرفت أتصرف ولا يهمك، أنت بعد واحدة من أهلي وأقرب واحدة لي. لا تقولي لي مثل أمك. لا بالعكس، أعتبرك مثل عمي. حياك
حياك يا عبد الحميد، استريح. تعازمني في بيتي يا ضاوي؟ شيمة تنقد على المعازم؟ ما أنا أدبركم بكل شيء، يا ليت تسمعون الكلام وتفهموه. إذا قصدك على اللي صار في الساحل فما ذنبي أنا إذا كان غيث جبان، وبصراحة أحسن أحسن يوم ما سواه. وقت سير خير جميلتي. وإيش تبابها؟ عندي لكم بشارة جميلة. أخوك ضاوي هني يا بيش. وش فيك يا ليل الجراح ما جبت أخبار.